السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله معنا في فيديو نقاش الحلقة العاشرة من هجوم العمالقة. في هذا الفيديو راح نتكلم ونناقش إحداث الحلقة والموسم الأخير بدون أي تطرق للمانجا، فخلوكم معنا. حاب أعرف بالضيف اللي معنا في هذه الحلقة، واللي يعتبر واحد من أنجح وجوه في مجال صناعة المحتوى في كل منصة يدخلها، وأيضا صديق قديم لمنصة كشكول أعضاها، محمد العرفج. كيف حالك؟ هلا وسهلا، حياك الله، يعطيك العافية عاصم. أنا متابع جدا جيد لك لكل الحلقات اللي تناقش فيها أنمي هجوم العمالقة، ومتشرف والله أني أكون ضيف أحد الحلقات. كويس كويس والله. انا شايفك في تويتر ما شاء الله، يعني تتكلم عن انمي، تتكلم عن مسلسلات، تتكلم، لكن خلينا نقول اتاك اون تايتن يعني اخذ حيز كبير من والله. نحاول بس احنا عندنا معضله ان ما نعرف متى نحرق متى نتكلم، فبس على الاقل تشارك الحماس، يعني تشارك حماسك للموضوع بس. بالضبط بالضبط، لانه بالفعل في ناس الان يستنون المحتوى، عفوا يستنون الحلقات كامله وياخذونها دفعه واحده، في 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 معاناه من ناحيه هذا. طيب خلاص، خلينا نبدا مع السؤال اللي جمهورنا عارفينه وكل الناس عارفين ان افتتح فيه دائما مع الضيوف، واللي هو ايش رايك بالاستديو في الموسم الاخير وتغييره من ويت الى مابا في وجهه نظر محمد؟ والله شوف، انا يعني لولا الهجوم اللي صار على الاستديو الجديد الا اني كنت بستغرب انه ليش، يعني ليش كل كميه، خلينا نقول الكره اللي وصلت للاستديو الجديد. انا اللي اشوفه اوكي صح في فرق، بس مو بضرورة الفرق هذا يكون معناته أنه هبوط أو انخفاض في مستوى الجودة. أنا أقدر أقول نمط معين من الرسم، والنمط هذا له مستويات، يعني نقدر نقول أنه والله إحنا عندنا الستايل A ولا الستايل B بالاستوديو السابق، وبالاستوديو الجديد انتقلوا للستايل C، فكل ستايل برضو له كلاسات أو له مستويات، يمكن مع الضغط، مع العدد القليل، مع أي ظروف كانت موجودة في الاستوديو ما قدروا مثلاً إنهم يأخذون الليفل الأعلى من هالستايل أو هالنمط من اختيارهم في الرسم، راحوا إلى درجة ثانية أو درجة ثالثة. بالنهاية المحصلة النهائية أنا شخصياً ما أشوف ضرني كثير في تجربتي كمشاهد من الحلقات، ممكن مقطع مقطعين خصوصاً بالأشياء CG 3D تحريك الكمبيوتر هذا إيه، بس بشكل عام أنا شخصياً دائماً أقول النظرة الأولى أو المتابعة الأولى لأي عمل فني لا تنظرها بنظرة الناقد، انظر بنظرة المستمتع. أيوة. أني يعني أنا والله أشوف أشخاص وهو يتابع الحلقة الأول مرة في وسط الحماس في وسط الضرب وهذا يقول والله التحريك حلو، والله عين يا حبيبي يكفي أستاذية يعني، فاستمتعوا. أيوة. يعني أيوة أيوة بالضبط. حتى احنا يعني خلينا نقول اللي مفروض نحلل ونحقق وراء المواضيع هذه، في نظرة الأولى خلينا نقول نظرة استمتاع بالحلقة، بعدين نرجع نحلل ونفصل ونشوف العقلانية في الكتابة، خرابيط هذه. معك حق. لا هذا 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 السليم، هذا الطريق السليم. معك حق معك. طيب خلصنا من الاستوديو الحين، خلاص خلنا نخش على الحلقة. وللأمانة الحلقة يعني دسمة جدا، ثقيلة، معلومات كبيرة، فإن شاء الله نغطيها كاملة. للأمانة شوف هو الصدق يعني أنا للأسف إن هذا اللي توقعته ولا اللي توقعته صار، إنه ناخذ السيزن بالمقلوب أو ناخذ القصة من الفصل الأخير بالمقلوب، إنه نبدأ الأكشن والحماس وينتهي السيزن. أوكي ممكن بينتهي بحماس، بس بينتهي بإنه نشرح الحماس هذا كيف صار، وللأسف هذا اللي صار. الحلقة هذه أقدر أقول لك حلقة فلاش باك يعني بالمستوى الأول. بالضبط بالضبط، معك حق. يعني أغلبها معلومات وكانت بطريقة يعني كلها في التايم لاين حق القصة نفسها في وقت مسبق، يعني فتكنيكلي كلها فلاش باك. وترى حتى اغلب الفلاش باك ما هي جديده على حتى متابعين المانجا، انا ما اتابع المانجا للامانه، بس اغلب اللي يعني كانوا معي يشوفون الحلقه قالوا ترى اغلب الاشياء هذه كانت اشياء موجوده في المانجا من وقت الحدث، لكن يعني اخذوا خيار في الانمي انه يخفون على اساس يكون في عنصر مفاجاه. يمكن اقرب مثال العلامه حقت ميكاسا، العلامة هذه كانت مفاجأة لنا في الحلقة، احنا ما ندري انه يعني جاء وقت من الأوقات وشرحوها، لكن في المانجا لا، من الفصل الأول لما شرحوا قصة ميكاسا والقصة اللي صارت لها، انه فعلا مثل ما قالت ميكاسا ان امي قالت انه هذه العلامة نورثها لعيالنا وعيال عيالنا، فما هي جديدة بالنسبة لهم. يعني قصدك انه لما جاء الانمي اعادوا ترتيب بعض الاحداث واختاروا ترتيب اظهارها، خلينا نقول نسميها اظهار الحدث وين وقته مختلف تماما، عشان يزيد عنصر المفاجاه بس. اها اها.
طيب هل تشوف ان الخيار هذا مناسب كويس ولا يعني... إيه نجح معهم في مثلا حركه ايرن لما مع مضرب البيسبول حق زيك نفس الشيء اخفوه عنه ولما ظهر في الحلقه كان بالنسبه لنا يعني مفاجاه حلوه فلا انا معه بالعكس دامي ما اتابع المانجا فبالعكس اوكي تمام انا هذا اللي انظر له انه الانمي يعطي خلينا نقول خيار او فرصه ثانيه انه تراجع مستوى كتابتك وخلينا نقول ترتيبها انت صح. عندك فرصه ثانيه لو عندك اخطيت في المره الاولى في المره الثانيه ممكن تصلحها فانا اقول اي خيار صار زي كذا اذا كان بالاتفاقيه مع الكاتب واتفاقيه مع الاستديو كلهم جلسوا على طاوله واحده واتفقوا على هذا الشيء يعني مو بعض الانميات يسوونه غصب عن غصب عن كل تماما وبعدين لازم تفكر بنقطه ثانيه يعني كل عمل فني يتغير مسار السرد القصصي على حسب الصوره اللي راح يطلع فيها يعني في البدايه هو طلع مانجا فممكن في المانجا يناسب الاسلوب المعين هذا في الانمي يختلف يعني يختلف التصور نفسه فأكيد أنه راح يصير فيه أخذ وعطف في موضوع التسلسل والسرد القصصي للقصة فهو يختلف على حسب المنصة اللي يطرح فيها فإذا طرح بشكل مانجا فيلم غير المسلسل غير اللعبة صح بالفعل أذكر في فيديو تكلمت عن مشكلة الاقتباس وما الاقتباس مرة يعني أنت قاعد تجيب النقاط اللي كلها تكلمت عنها في اتفاقيات كبيرة بينه وبينك طيب خلينا ندخل مع أول حدث صار في الحلقة وكان صدمة كبيرة بالنسبة لي اللي هو شعب الهزرو الشرقي بشكل عام وعرفنا أنهم حلفاء قدامى لجزيرة بارادايس وأيضا هم الوحيدين فكيف شفت دخولهم بشكل عام للقصة مع أنهم قد جابوا قبل أنه بس مجرد كانت سفيرة ويعني خلينا نقول الأحداث كانت خفيفة لطيفة في المرة الأولى يوم طلعت أهم معلومة أخذناها منها عرفنا ليش الأكارمن ممكن ما يتحولون عمالقة لأنهم طلعوا صينيين يعني هو السؤال يعني هو النقطة اللي هنا أنا ما تأكدت منها هل الأكرمن يتبعون لها أو إن أم ميكاسا بس هي اللي تتبع لل لا هم خليط هو قاعد يقول لك إنه نص يعني هم نصهم شرق آسيويين أو خلينا نقول صينيين تحديدا والنص الثاني من يعني وصيني طبعا يعتبر دماء ملكية على حسب أنا دماء ملكية من الشوغن والقسم الثاني الأكرم بس ما زال طبعا يعني حتى مع كشف السر هذا ما زال في سر كبير للأكرم وأنا أتوقع أنه حلقة الوصل في كل القصة اللي بتصير في النهاية الأكرم هذول ما ممكن أن كل هالتركيز عليهم وعلى قوتهم وعلى غموضها ويطلعون كلام فاضي أنا متأكد أنه قدام حلقتين ثلاث لازم ينكشف شيء كبير للأكرم لا بالفعل تركيزهم عليه يعني كان قوي خصوصا الحلقات خلينا نقول من بداية السيزن الثالث من يوم طلع كيف فإلى الآن بس خلينا نرجع لسؤالك أنا طلعت من سؤالك شوي أبي أرجع بس لعقلتهم الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة بينهم هو في البداية كان هذه الخطة إن في مصلحة مشتركة إحنا بنعطيكم ميكاسا أو بندلكم على مكان الوريثة الأخيرة الوحيدة عندكم وفي المقابل زيك طلب أكثر من طلب منهم أهمه إنه يزودونهم بالمعدات العسكرية وإن على الأقل تتساوى الكفة بين الألديان والمارلي ومثل ما شفنا فعلا إن بدأوا يرسلوا لهم بعض الأسلحة وبعض الشغلات المتطورة من عندهم فلكن بعدين اكتشفنا إن لا هم طمعانين بالكنز بزيادة. أو طمعانين بزيادة في موضوع الجزيرة نفسها وما في أي مصلحة لميكاسا أوكي ميكاسا حين عرفت أصلا طيب وبعدين ما في شيء يعني وضحت انه حتى ميكاسا قالتها بالحرف واحد انه راح يستغلوني انه مجرد انا خلينا نقول سبب انه بتواجدهم هنا للأمانة ما كنت متوقع التويست هذا توقعت انه بيطلعونه على انه ملك خيار على انه الطيبين خصوصا ايش بعد تواجه شخصيتنا اللي طلعت مع في الحفلة يوم كب عليها واحد من الجيش المارلي توقعت انه بيطلعون كانت بشكل... سمحة وبسيطة توقعت انه راح تكون ما تكون بطابع شرير لكن ينجح الكاتب أيضا في أنه ما يبين أنه أي شخصية أنها 100% مع الخير 100% مع الشر في خليط حلو لعبة أنا ترى يمكن ما حبيت أنا يمكن ما حبيت ترى مشهد استقبال ميكاسا للعائلة نفسها المشهد بشكل عام أنا
ما استظرفته، بس اللي طلعنا منه بشكل أهم هو نعرف قديش زيك يمتلك معلومات من العالم وذكريات، اللي جاب حتى عدة المناورة لهم في وقت من الأوقات بالفلاش باك وقال لهم شوفوا هذه العدة إثبات أنهم وصلوا لها المرحلة من التطور بينهم يقتلوا العمالقة، وأنه أحد أو آخر أحفادكم من الأبناء الشرعيين من 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 عائلتكم موجود هناك، وأنا حسلمكم. فشوف كمية المعلومات اللي يمتلكها هذا الرجل، ما زال هو سر المسلسل. يس يس، هو التوجه من أول يعني في تركيز كبير عليه للأمانة. من أول ما طلع في السيزن، أو عفوا من أول ما خلنا نقول بدأ القتال في المارلي، خلاص وأنا حطيت عليه استفهامات كبيرة. صح. وكل مرة يعني إلى الآن أحس أنه الجواب ما هو مقنع، وإلى يومك يعني خلنا نقول الجواب ما هو مقنع. وخلنا ننتقل بما أننا تكلمنا على زيك، خلنا ننتقل للنقطة الثانية اللي هي خطة زيك نفسها، الثلاث مراحل اللي يبغاها. المرحلة الأولى اللي يبغى فيها خلنا نقول التجربة بالنسبة لدك الأرض، يبغى يجرب دكة أرض كذا خفيفة لطيفة كذا يرعب الشعوب، يجرب الأوضاع كيف، بحيث إنه إيش يعني خلنا نقول يبين للناس مدى قوة إلديا. والشيء الثاني اللي هو أنت ذكرته، اللي هو إرسال الموارد وبشكل عام تقوية جيش المارلي من قبل الهيزرو. الشيء الثالث واللي حس هو الأهم، الشيء الثالث الأهم، وحسيت أنه يعني شرح بطريقة تنافي اللي صار في الأحداث، واللي هي أنه أوكي إحنا ما نبغى ندمر عالم، إحنا ما نبغى نسوي شيء، هذه الطريقة ما هي كويسة وراح نعيش في خطر، في نفس الوقت راح نقتل أصدقائنا ومدري إيش. هذا كله كلام إيرن، راح سوى أشياء وسوى عكس كل اللي إيش ما كان يبغاه، فهو أعلن حرب على العالم و يعني عرض قتل ساشا، خلاص انتهت ساشا، انتهت محيه. ف يعني بس ترى هو عكس الحوار اللي صار، وبنفس الوقت اثبت او شرح ليش سوينا كذا يعني من الطرفين. يعني خلني اقول لك انه إيرن الى لحظه ما، يعني هم شرحوا لك ان احنا لما شفنا الفلاش باك، طبعا لاحظنا انه شلون صرنا نميز بين الفلاش باك في الحلقه تحديدا، لانهم ما غيروا الالوان ولا غيروا شيء، غيروا تقريبا شيء واحد انا لاحظته، انه الفلاش باك لما يجي يكون شعر إيرن قصير، وبالحاضر يكون شعر إيرن طويل. فلو تلاحظ الفلاش باك، كل فلاش باك كنا نرجع فيه لانه كان في اخذ وعطى فيه، كان إيرن طبيعي ثم يتحول إلى رجل مختلف مع الفلاش باك، وهذا التغيير يحدث لما ياخذ إيرن معلومة جديدة تدل أو تثبت أو تحجر له بالزاوية أن ما وراك غير حل الهجوم. كل ما صار ما وراه إلا الحل، يعني إلى آخر لحظة اللي هي لما قرر أنه ما في لنضحي بهستوريا على أساس أنها ترث العملاق. إيه، فتشوف التحول أو الشفت الأخير اللي صار متى، في لحظة لما جات الظاهر ساشا أو جاء الفريق عموما اللي راح للطرف الآخر وقال لهم أنه يا جماعة ترى ماخذين صورة جدا سيئة عنا، واضح أنه ما يبون حل ما في أمل، مو مصلحتهم الحل. هنا تشوف إيرن لما شد عصابه وأثبت خطة الداخلية وقال أنه فعلا هو واضح أنه ما في إلا أننا نطبق خطة زيك. اي بالفعل. وبما ان ذكرنا الهستوريا للامانه، يعني خلينا نقول في الحلقه هذه كانت موجود متواجده بشكل جدا جدا قوي. ففي حدث مهم واللي هي اكتشفناه في وقتنا الحاضر انها حامل، هستوريا حامل. ما عرفنا اي شيء عن الزوج، عن زوجها بشكل عام، يعني قالوا غير انه مزارع يعني. او انت قصدك في لا بشكل عام قالوا انه مزارع، قالوا ذا، بس ما عرفنا انه خلينا نقول شيء قوي عنه أو شخصيته منهم. العادة ذكر إنه مزارع وذكر إنه يعرفون زمان من بعض، حسيتها ما تمشي. لا شوف هو لا هو اللي وضح لي أنا شخصيا، ما أدري يمكن أكون غلطان، بس اللي وضح لي يبون يشرحون قديش إنه هستوريا صار زواجها زواج مصلحة، يعني بناء على شغلة مهمة يبغى. فأظن أنها يعني زي ما تقول ما سووا بيلد أب كويس، لكن في جلسة السكر اللي صارت من نفس الفريق، هم أظن حتى وضحوا، حاولوا يوضحون قديش هم رايحين فيها في الشر عشان يمشي الكلام.
فهم اللي وضحوا انه قالوا انه واضح انه هي اختارت المزارع الالطف لها، وذكروا كم قصة انه وهم صغار كان يستلطف لها ويساعدها ومش عارف ايش. فهو ما هو مهم المزارع قد ما هو مهم غرض هستوريا من الزواج بالمزارع هذا، انه زواج مصلحة ضروري انها تحمل الحين، ضروري انها تبدأ تورث الـ 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 القوة اللي عندها للأجيال، وما توقف العملية هذه، لأن احنا نحتاج العملاق المؤسس وعملاق من دماء ملكية يستمرون يصيرون موجودين عند الألدير. فهل تقول أنت يعني خلينا نستنى من كلامك، هل تتوقع أن حملها تطبيق الخطة ولا هروب زي ما قال واحد من السكارة؟ هل هو هروب أنه ما نقدر نحولها لتايتن؟ فهو هذا الذكر اللي قال اي لا لا انا هذا عشان كذا اقول لك هم ما خلوهم يروحون في السكر لهالدرجه الا أيوة. إن عشان يشرح لك انه قديش كلامهم ممكن يكون خربيطي خاطئ. فلا انا مع انه لا هي تحاول تطبق الخطه قد ما تقدر، يعني تحس ان عندهم شويه معلومات مغلوطه. بس انا ابي اجي النقطه، ما ادري هل هي من النقاط هات النقاط اي انا شوف انا برجع لزيك لاني احس اني ما خلصت منه شوي. استلم الحلقه ايوه. في الحلقه تحديدا في هالحلقه تحديدا بدت توضح يعني على الاقل التصور اللي عندي. طيب شوف ايوه زيك واضح ان التضحيه اللي سواها بيوم انه ضحى بامه وابوه كانت عباره عن لعبه. انا اشوف ان الرجل عنده كان واحد من اثنين برجع من البدايه من البدايه أوكي. اوكي زيك واحد من ثنتين غالبا لا ثالث لهما، وان شاء الله اذا خلص الانمي نرجع واثبت لك ان هي واحده من ثنتين. اوف 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 الاغلب الاغلب واحد الاغلب، وهذا اللي انا ارجحه ان الرجل من كثر ما هو ذكي من ايام ما كان طفل استوعب بعد المعلومات اللي حطوا ثقة أمه وأبوه حطوا الثقة فيه وعطوه كل المعلومات التاريخية هذه، استوعب فطن أن دام هذا الأم وهالأبو عندهم كمية المعلومات هذه وهم محاربين داخليا ويعتبرون جواسيس حاليا في المنطقة اللي هم فيها، فقال الأفضل دامهم أصلا رايحين بدل ما نروح ثلاثتنا كعائلة يمسكوننا في يوم من الأيام في أي وقت قريب يمسكوننا ونروح وتنتهي العملية، خلني أضحي فيهم. فهي تضحية لأجل هدف أسمى، ففعلا ضحى فيهم وحنا لعبت فينا العاطفة وعرفنا أن زيك شخص غير جيد. أنا ضحى بالضبط أنا أشوفه لا أنه ضحى فيهم لغرض أهم، قال أنه بدل ما نروح ثلاثتنا خليني أضحي بهالثنين هم رايحين الحين إنزين، وأنا أكسب بهالعملية يعني بني أكون فعلا أكسب ثقة المارلي. إذا كسبت ثقة المارلي أنا بدخل في جذور خططهم وفي عالمهم وببدأ أحاول أبني الخطة الكبيرة في استعادة الألدين للعالم. فأنا هذا الشيء اللي أرجحه زي. فهو زيك ما تغير، ما صار فيه شيفتينج بالنص، لا زيك من البداية مخطط للعملية هذه. وأحد الأشياء اللي أثبتت لي كيف أنه عنده استعداد يضحي أنه في كثير مشاهد لما كان متحول لعملاق القرد كان يضحي بأشخاص ما يتفرق معاه، وإلى الحلقة اللي كان الحلقة التاسعة الثامنة كان يضحي رغم أن الخطة حنا نعرف أنه كان زيك وقتها تقريبا كنا نعرف أنه ويانا وكان يضحي، فهو ما عنده مشكلة. السبب الثاني أو خلني أقول الوجهة النظر الثانية لا أنه زيك فعلا خاين وفعلا كان شخص غير جيد إلى أن ورث العملاق القرد، وبعد ما ورث العملاق القرد شاف عدة ذكريات أثبتت أنه هو كان خاطئ بكل التصور اللي سواه والفعل اللي سواه وصار الشفتنج موجود. لكني أنا والله أني أرجح الأول الرجل. شوف يعني بكمل على الأولى أنا عجبتني الأولى مرة للأمانة. سالفة الخيانة من البداية لو فكرنا فيها كان معروف أنه في جاسوس أو في عميل اسمه الآول موجود، فهل هو يوم أرسل أبوه وأرسل أمه أنهم يتحولون هناك أنه على أمل أو بما أنهم عندهم مناصب عليا وأنهم آخر المقاومة والقادة حقتهم أن أمل الآول يقابلهم هناك ويصير يعني يعطيهم الفرصة، أو أنه حتى هو كلم الآول؟ والله شف هذه معقدة، هذه حلوة هذه احتاج انا افكر. يمديك تكمل فهمتك. ممكن بس اللي بيمسكني هو انه ما زال طفل صغير ما يملك اي قوه فما يحمل ذكريات، عرفت انا بس هذه ممكن اللي فما اظن فطن لموضوع الاول، بس حلوه الفكره ممكن ان نقلبها. بس انا ارجع اقول لك هو ما خطط للطرف الثاني شيء، كل خطته كانت خطه داخليه في المنطقه اللي هو فيها مع المارلي، وفعلا يعني هذا اللي صار. احنا شو كسب ثقتهم
ولاحظنا بعدين كيف انه دائما في سطوح يتسمع وغيره ويحاول يرتب افكاره ويحاول يرتب اموره، وشفنا كيف اصلا من السهل انه قدر يكسب الشرق اسيويين على سبيل المثال بعمليه جدا بسيطه، يعني كيف ما خاف من الاسيويين اللي يروحون يفضحونه مثلا، الا ان تكون خطتها عميقه جدا. على سيره اللي احنا ذكرنا في البدايه الشرب وما الشرب، للأمانة الحلقة كانت مليانة، كان أي أحد موجود معاه كاسة شراب بشكل عام إلا واحد. منو؟ ليفاي. وهذه حلقتنا الأسبوع الجاي. الوحيد اللي ما كان يشرب ليفاي، وأنا أكد لك أنه حتى زيك ما كان يشرب، زيك كان خادع الوجود اللي حوله أنه يشرب، ولا هو أساساً لاهي بالكتاب. ليفاي النظرة الأخيرة، وفعلا هي هو الفريم اللي ينفع يكون to be continued، انه يعلقك. اللي ما تعلق حس ان الحلقه بس انتهت وخلاص، لا هي تعليقه. هو قاعد يقول لك قديش، لانه لما نزل هذاك القبو بيجدد الشراب لهم قال انا انصحك بهالشراب. اي هذه كان واضحه، كان واضح مخدر حقيقة. مخدر موسم مخدر. اي طيب يعني. بعدين ليش يطلع لك بفريم ثاني يوريك ان كل اللي حول ليفاي قاعد يشربون، وليفاي متكتف بهالشكل ويطالع زيك. فهي خطه من زيك، خطه من زيك بتخرب عليه، لان ليفاي صاحي وبيقول انا مصحصح معك حبيبي، ويبدو انه بيصير في تواجد، شويه فايت لازم تواجد، بيصير فايت حلو. انا اظن الاسبوع الجاي الحلقه ريماتش. ريماتش ليفاي. اي بناكل حبه شاورما تجوز للأمانة. انا يعني اوكي ما انتبهت، ما ركزت موضوع الشرب لين ما جاء ذاك بالحرف الواحد قدم لمسك. يعني اوضح من كذا ما في، الخلفيه سوداء، الكاميرا كانت مركزه عليه، عيونه شوي مفتحه، ولا وطلع له من زاويه لمسك. اي لا شوف شوف دائما عاصم اي مشهد في اتاك تايتن تحديدا له علاقه بالشرب لازم تركز عليه، لانهم ايش ما يكثرون مشاهد شرب كثيره عكس بقيه الانميات. وبنفس الوقت دائما مشاهد الشرب دائما لها دلاله جدا مهمه وواضحه في الانمي ذا تحديدا، دائما في كشف سر يبي المشاهد ما يركز فيه كثير، يبي يلها مع حته الحفله اللي تصير هذه، عرفت؟ فانا اشوف هذا احد اهم المشاهد في الحلقه. بالفعل خلاص ننتقل للحدث. اتوقع خلصنا الشرح وشروحاته هذه، بس خلينا ننتقل الان لحدث خلينا نقول عاطفي شويتين، واللي هو موقف ابطالنا من صديقهم ايرن وتصرفاته. يعني عندنا اربع شخصيات خلاص، جين، كوني، وميكاسا، وارمن. كيف تشوف كل واحد منهم بشكل عام وتصرفه؟ هل هو عقلاني؟ هل هو يعني أنا توقعت 100% أنه كل واحد منهم ما قال الكلام هذا في الحلقة هذه إلا أنه تلميح للمستقبل، أو يعني توضيح من الكاتب أنه راح يكون لهم دور بنفس الرأي حقهم هذا. فهل تشوف هذا نفس الشيء ولا لا؟ بس أنا ما أحس عطوا رأي، أنا أحس كانوا مترددين كثير. يعني آرمن ولا حتى ميكاسا لما مثلا قال لها أوه يعني أنت نسيت من اللي قال لها انه أوه انت بتوقفين مع ايرن، معناته حتى لو كان يطبق خطه زي قالت له لا بس انه ما راح نضطر ان نسوي في ايرن شيء. ارمن مثلا في الحلقه اللي قبل لما كان يخاطب اني، مين اللي كانت رساله اني، لما كان يخاطبها تلاحظ الاخذ والعطاء اللي كان يعطي يخاطب فيه، يعني كان يقول اصلا احنا المفروض ما سوينا كذا، بس لو ما سوينا كذا كان صار كذا. فكلهم انا ما اشوف انهم عطوا راي صريح، والدليل انهم ما خسروا. يعني لما شفنا الفلاش باك لما كان ايرن يسال اللي حوله من اصدقائه انه انا المين بورث العملاق المؤسس، فكل واحد كان يبادر انه انا كلهم حبا في كسب ايرن، مش حبا في انه تروح حياته عشان يكسب العملاق. لكن نلاحظ انهم ما فقدوا الثقه الا بعد هروبه، اللي هذا الواضح اللي صار هروبه، وانه راح نفذ خطه من راسه او خطه زيك اللي كلهم هم كانوا رافضينها. هو واضح البلاش باك هذا يقول لك ان هم كانوا رافضين خطه زيك، وايرن طبق خطه زيك، وايرن ما يلام. ايرن يعني اساسا في الفلاش باك كان باقي له 5 سنين، احنا بالحاضر الحين ايرن باقي له 3 سنوات، زيك باقي له سنه. ايه اقول لك يعني ايش استنتج من هذا كله؟ نعم هات الاستنتاجات ابغاها انا ندور يعني انا ما ادري تحليلي الشخصي بعد هالحلقه تحديدا. ايرن ما بيطول، ما بيكمل 3 سنوات. اوكي يعني قصدك ايرن ما بيكمل الحلقه الاخيره.
راح نكمل أتاك أون تايتن بدون إيرن. بدون إيرن. قاعد تقول أنت. إيه. والله توقع ترى كبير هذا. هذا الترند اللي لازم يصير هاشتاج رقم واحد في يومها. أوكي تمام. إذا مو حلقة. محمد العرفج هو اللي قال أول. يعني أنا أقول لك بين الحلقة خلينا نقول 13 إلى 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 15 لازم على الأقل الحلقة الأخيرة غالبا إيرن مش موجود. أنا هذا تصوري الشخصي ما أعرف يعني. أتمنى إنه يبقى للأخير حبا لإيرن في الأخير بطلنا يعني. لكن ما الظاهر إذا مو من ربعة ف. هو شوف. ليفاي ما بيخليه. هو شوف الحلقة هذه ما طرت الشباب الحلوين فالكو وجابي للأمانة يعني بس أنا قلتها من قبل هذول اثنين راح يكونون يعني مستقبل أتاك أون تايتن. أنا هذا أنا شيء دائما أفكر فيه وأحاول ما أفكر فيه صراحة بس هذا اللي بيصير. ما في أمل يا أخي أنا أحس إنه أعطوهم وقت أعطوهم سكرين تايم موجود في السيزن جدا عملاق لا من الإندينج لا من الأوبنينج لا من اللقطات لا من الفلاش باكات وإلى الآن ما سووا شيء كبير. خلنا نقول أوكي جابي قتل ساشا بس هل هذا الغرض البناء كله بس تقتل ساشا ما هو إيه لا ولا حتى أتمنى إنه يكون سبب إنه يصير الإيرن مصيبة ما أتمنى إنه يكون السبب مثلا المشهد اللي ركوا عليه كثير وأنا ما أشوف صراحة له داعي لما كانوا يتناقشون إنه ليش إيرن ضحك لما قلنا إن ساشا مات ترى يعني ما هذا من أبسط الأمور أنت لما حين تخيل أنا يعني عاصم أجي أقول لك والله فلان الفلاني توفى انت احيانا ايه تجيك هستيريا من كثر ما انت مصدق الخبر تضحك غير كذا هم برروا هم نفس الانمي برر في نفس الحلقه ان لما انضحك جابوا على طول فلاش باك لساشا وهي تقول ميت فهو قاعد يتذكر موقف قديش سبب له هستيريا لا يصير اهم شيء هذا المشهد او الضحكه حقت ايرن سبب في انهم يكرهون ايرن اعطونا اسباب ثانيه هذا سبب غير مقنع تبغى الصدق من طريقه طرح الحلقة أتوقع إنه من لقطة من كلام كوني قال تدرون وش صار يوم قلت له كان هو المحرك بين إيش خلنا نقول رأي كوني اللي ضد إيرن يكون موجود أوكي كلهم مترددين لكن خلنا نقول في مترددين بين إيش بين يكونون أصحاب إيرن وبين رأيهم اللي يقول أنا ممكن يخلي يكون هو المحرك عندهم فمثلا ميكاسا مع إيرن بقوة لكن ترددت خلاص إيه. جين ضد إيرن بقوة لكن تردد كوني ضد إيرن بقوة لكن تردد آرمن نفس الفكرة كلهم لا إيه؟ والله حتى آرمن آرمن إيه يعني كان أخفهم بس جابه بعقلانية قال اسمعوا وهذا اللي يعجبني في آرمن شخصية آرمن بشكل عام إنه إيش لا المفكر هنا قال خلنا نروح نكلمه ونتواصل معه في طريقة ثانية غير إن إحنا نخطط من وراه فبرضه هو متردد فأنا هذا المقصد أن التردد هل بيستمر تردد ولا أنه بالفعل بيمسكون في الجهة الإكستريم الجهة المعاكسة فراح أجوب راح أجوب للأمانة والله أنا هذا التصور اللي بيكون حلو بيكون مفاجأة بيكون عندنا جيم ثرونز ثاني في هاللحظة بس أنا أتمنى والله لا يعني ما أدري في بين المنطق والعاطفة قاعد تغلبني الفكرة يعني طيب وبرضه من الشخصيات اللي صراحه يعني دائما احب اتكلم عنها لانه من زمان فقدت ومن زمان انا يعني خلينا نتكلم عنها اني هل تشوف لها مستقبل أيه. ولا لا لازم 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 هم اساسا ما قال لك انه إيرن اكتشف كيف يكسر التحجر هذا الكريستال راك هذه عن طريق اسنان العملاق الفك مو الفك الا عملاق الفكس الفك جو إيه العملاق الفك بالضبط اي فهو ما هذاك المشهد بس مو بالغرض انه ياكل عملاق البطريقه هو الغرض اني اوكي تصدق لان انا معاك في هذه النقطه لانه عملاق المطرقه جاء وراح سريع اي ما تحس اساسا والله ما ادري انا يعني يعني انا لو كنت مثلا بناقش معك حلقه عملاق المطرقه كان بتكون بوريك قديش كان عندي خيبه امل صراحه انا لا من إيه لا من رسمه لا من ستايله لا من لونه لا من حركاته لا من قدرته اللي فوق الخارقة عاد بزيادة أكثر من مؤسس الوحش قوته ما أدري يعني صراحة العملاق المطرقة أنا أشوفها يعني out of frame الأنمي كله يعني برا 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 المشهد القصصي كامل ما أحسه صراحة يعني لا اللي عضته حقه ولا اللي حطيته في سياق العمالقة يعني كل العمالقة ألوانهم تشبه بعض حركاتهم تشبه بعض ما تدري شلون ما تحس قناع تحس ما صراحه المطرقه عندي تحفظ كبير عليه بشكل عام انا الديزاين بس انا اتكلم القوه حقته خلينا نتكلم عنها انا حسيت انها 2 او بي يعني قويه زياده عن اللزوم اوكي اي اوفر باور اي اوفر باور في نفس الوقت التغلب عنه عليه كان سريع
وسخيف سخيف اوكي سخيف والله حتى ما تعبوا نفسهم يبتون يعني بيزعلون عليك ترى شباب انت والله هذا رايي شويتين ترى لا انا حقي نتاك بس لا معك حق معك لا انا قلتها قبل ترى انا قلتها انه فاز عليه بسرعه خلاص تقول لي استراتيجيه وانه هو فاز عليه في البدايه وما ادري ايش برضو حسيت انه المفروض ياخذ وقت زياده خلاص سالفه انه يطلع بالقوه هذه وانه يكون غرضه فقط انه تعطي قوه زياديه هذه كلمه جديده زياده لإيرن يعني كان عليه شويه استفهامات يعني ليش مو هذا اللي تعودنا عليه شوف الحين إيرن يملك عملاقين زين وبين لساشا ثلاثه عفوا وبين لساشا قديش وهو الحين عظيم وتغيرت شخصيته ومسكها كذا مسكه اللي يسمعي انت ما تقدرون تسوي لي شيء وانا مش في سجن انا وقت ما ابغى اطلع من ذا الجدران بطلع إيه. وانتم مو ماسكين علي شيء يعني هو واضح انه خاص قاعد براسه هل واضح انه مش في هانج عفوا انا نفس النظام الحب ترى ساشا الحب اكبر واحد لخبط الازامي فما عندي في مشاكل الا للمشاهد ان شاء الله انه يعني رابط فاي المقصد انه 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 إيرن واضح انه عقله وكلامه مع نفسه في المرايه واضح انه مش في الحاضر الحالي حقهم هو الحين ما يشوف إلا الملحمة الجاية هو الحين ما يشوف إلا العمالقة اللي باقين يستنون هناك ترى لا ننسى أن حنا تركنا يعني ثلاث عمالقة هناك حين موجودين يعني ويبغون الانتقام ما توقع يبغون الانتقام وأنا أتصور أن الحلقة الجاية الصورة بتكون طالعة من هناك خلاص عاد غبنا حلقتين عن الموضوع كفي فلاش باك حلقتين فلاش باك والله صدقي تعلمنا كل شيء اتوقع خلاص ايه خلاص ما نبغى نعرف كل شيء احنا الحين الفايت والله مو الغرض الاكشن يعني انا شخصيا مو اللي يمتعني الاكشن انا اللي يمتعني اظهار القدرات يا اخي احنا الحين عندنا اربع مواسم إيرن للحين ما شفنا قدراته الصدقيه اوكي الحين عرفنا في السيزون ده انه صار ذكي يعرف يحجر نفسه متى يعرف يتحول بشكل متعدد بس وين انت الحين تملك ثلاث عمالقه انت بيلك بس حلقتين الى ثلاث حلقات بس مشاهد قتال تبين لي ايش يعني يمتلك العملاق هذا ثلاث عمالقه داخل بعض صح 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 اي فبس صح يكفي فلاش باك نبي والله معك حق يعني الامانه هذه تمنياتنا للحلقه القادمه كذا اتوقع ان خلصنا الاحداث ان شاء الله ما نسينا شيء في عندك شيء تبغى تعلق عليه ختاما ولا والله يعني انا ارجع اقول عاصم انت اخترت يعني الشخص الغلط في الحلقه الثقيله لا يا شيخ لا 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 حلقه والله يعني الشخص الصح مالك لا والله يعني انا اضطريت اشوف الحلقه يمكن مرتين بس عشان اثبت انه ما اضيع في النقاش لانه فعلا كانت حلقه ما هي حلقه اكشن ما هي حلقه هاديه ولا رايق لا هي حلقه مليانه اسرار وانا اقول لك اكيد بتحصل اشخاص اخرين على اليوتيوب مفصفصينها تفصفص وصدقني مهما تكلمنا بقت اسرار حنا يمكن يعني سهينا عنها فعاد يعذروني اي لا ما هذه هي عاد ما عليك انت في حلقات اللي حقت عاصم هذه لا لازم ننسى شيء اذا ما نسينا شيء ما تسمى حلقه حقت عاصم هذا السيجنتشر حقك اي لازم يعني نعطي فرصه للمشاهدين انهم يعلقون ويقولون نسيت الشغله ترى اي بس نعطيكم فرصه يعني ما اي صح 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 عشان يصير في اخذ وعطى مع المشاهدين بالضبط فخلاص خلصنا التكييس الان يعطيك العافيه محمد يعطيك العافيه الله يعافيك والله حلقه ممتعه حلقه جدا صحيح. ممتعه صحيح. على قد ما تقول انه انت منت الشخص لا بالعكس من الاشخاص اللي انظر لهم نظره تقدير واحترام بالفعل يعطيك العافيه الفرصه انك جيت معنا في هذه الحلقه وللامانه نستنى جديدك بإذن الله. نستنى كل مشاريع القادمه وأبد أعزائي المشاهدين زي ما عودناكم لا تنسون الاشتراك اللايك والشير والانتساب في القناة ونشوفكم في فيديو قادم على ألف ألف خير.